ولكنني بنفس الضمير الإنساني والوطني أقول أن ما رصدناه من انتخاب من انتهاكات على خطورته ورفضنا التام له وحرصنا على أن نتبرأ منه في المستقبل لا نعتقد أن هذه الانتهاكات قد مثلت تأثيرا جسيما على النتيجة النهائية التي أعلنت ولهذا فنحن نقول أن النتيجة النهائية نقبلها رغم كل هذه العيوب احتراما لما لمسناه من اتجاهات رأي عند المصريين. كان يمكن لو أن الذين أداروا هذه الانتخابات تخلصوا من مواريث دولة الاستبداد وأن البعض في الأجهزة التنفيذية والإعلام ورأس المال ارتفع إلى مستوى الشعب وحقه في انتخابات حرة نزيهة كان يمكن أن نصل إلى نفس النتيجة دون أن يكدر الفائز شبهة الانحياز ودون أن يكدر الخاسر الإحساس بأنه خسر في معركة غير عادلة لكنهم فوتوا الفرصة على فرح حقيقي مستحق هذا العرس الديمقراطي الذي لا نريد أن نفسده على شعب نحبه ونجله ونحترم مشاعره كان يمكن أن يكون عرسا صافيا من شوائب التدخل والتأثير وإرهاب المصريين ونعرف وتعرفون أن الحكم على هذه الانتخابات سيستقر في وجدان المصريين أقول من أجل المستقبل أننا في درس هذه الانتخابات ناضلنا بأمانة لكي تكون الانتخابات أكثر عدالة وأقل انحيازا ونثق أننا في المجرى الديمقراطي الذي نحفره بتضحياتنا سنحصل على انتخابات قادمة أقل انحيازا وأكثر عدالة ولن نفرط في حلم المصريين في أن يكونوا ذات يوم لعله يكون قريبا سادة في وطنهم يفرضون في انتخابات حرة إرادتهم بنزاهة بلا تأثير من سلطة ولا رأس مال ولا إعلام موجه للتعبئة على حساب الحقيقة وحق الاختلاف.